بلجيكا بنقدم كل التهاني لنيافة الأنبا أرساني على مرور 6 سنوات على تأسيس أوبريشية هولندا وبلجيكا. وهو بصراحة يعني مش عارفين نقول له إيه، هو يستاهل كل خير على المجهود اللي بيعمله في هولندا وعلى العمار اللي بيعمله في هولندا وفتح الكنائس وخدمة الأولاد ويشكر يعني مش عارفين نقول له إيه. كل سنة طيبة يا سيدنا وعقبال 100 سنة خدمة وربنا يديك طول العمر. Thank you.
بحب أهني سيدنا النهاردة بعيد رشامته. بقول لسيدنا عقبال سنين كتيرة وانت في وسطينا ومعانا، ويعني مبسوطين جدا بالنهاردة وبسيدنا في وسطينا. احنا النهاردة جينا عشان نهني الأب أرساني بالعيد السادس للأبرشية في هولندا، وبنهني شعب الكنيسة كله على أسقفنا الغالي الحنون الحكيم اللي ربنا إدهولنا من ساعة ما جالنا هولندا من أكثر من 40 سنة، وهو حمينا وحبيبنا ولممنا في حضنه. ومن ساعة ما عملنا الأبرشية في إنجاز في 6 سنين حاجات اتعملت مهولة، من كنائس جديدة وأسس ورشامة دياكونز وشباب بتكبر على إيده، من دير التاخد، من كنائس كبيرة في بسم كاتدرال. كل سنة وانت طيب يا سيدنا. النهاردة في الاحتفالية بعيد تأسيس الإبرشية شاركت الكنائس بفرق من الشمامسة ومن الكورالات، وأظهروا مواهب جميلة جدا في الأطفال الصغيرين اللي حافظين الترانيم على بالهم بدون ورق ودون أي حاجة، أو اللي قالوا الألحان الكبيرة من مخهم بنغم شاجي جميل. ظهرت مواهب جميلة جدا في التأليف وفي التلحين وفي الأداء الموسيقي، وكانت فرصة للتنافس الشريف النقي بين الكنائس وبعضها في إظهار مواهبهم وإمكانياتهم في الأعمال الفنية. العرض الجميل اللي تقدم النهاردة كانت حاجة شيقة جدا وجميلة تليق بهذا الاحتفال. فإحنا بنشكر ربنا على أن أولادنا فيهم مواهب وبيقدموا أجمل ما عندهم، يسبحوا ويرنموا لربنا وربنا في حياتهم وفي قلبهم. شكرا جزيلا وكل عام وانتم طيبين. الحقيقة في يوم عيد تأسيس الأبرشية وتجليس نيافة الأنبا أرساني واجتماع الأباء الكهنة والشعب والشمامسة والخدام والشباب والشابات والأطفال من كل الكنائس في هذا اليوم في هنا في كاتدرائية العذراء أمستردام، بيبقى يوم له معنى خاص وطبع خاص وطعم خاص. معنى خاص لأنه بيبقى يوم كأننا بنتذكر في عمل الرب وعمل الروح القدس في الكنيسة والنمو في عدد الكنائس والنمو في خدام مكرسين أباء كهنة وشمامسة بترسموا. بنشعر أن الروح القدس شغال في الكنيسة أكتر وأكتر من خلال الأب الأسقف اللي هو في قانون وفي ضمير الكنيسة هو منبع الروح القدس. بالإضافة لمعنى تاني مهم جدا وهو معنى الأبوة. الكنيسة القبطية أي مع الأبوة، الله هو أبونا السماوي والأب الأسقف هو أبونا الأرضي اللي بيدبر الكنيسة وبيرعاها وبيقودها وهو الناظر الإبسكوبس الناظر عليها. وأيضا في اليوم ده الأب بيفرح بأولاده، يعني بنلاقي القديس يوحنا الحبيب يقول كده: ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. فالأب الأسقف لما بيشوف أولاده والأكتيفيتات بتاعتهم والأنشطة بتاعتهم والألحان والترانيم اللي بيقدموها بيفرح أن أولاده في نمو وفي ثبات وفي استمرارية لعمل الخدمة ونمو في عمل الخدمة، وده بيطمننا على الجيل الثاني والجيل الثالث وما بعد هذا إن شاء الله من الكنيسة القبطية في أوروبا عموما وفي هولندا بالذات. ونشكر ربنا على اليوم ده. احنا بنهني سيدنا الحبيب نيافة الحبر جليل الأنبا أرساني بأسقف هولندا وبلجيكا بالعيد السادس لتأسيس الأبرشية. النهاردة كان يوم جميل قوي، كل الكنائس اتقابلت مع بعض وكان في حاجات كتيرة قدمتها الكنائس، ونشكر ربنا الخدمة بتمتد وتنتشر وربنا بيبارك فيها كتير. آخر سنة احنا اشترينا كنيستين وترسموا 2 آباء كهنة، والخدمة دايما في نمو وبركة ربنا. حتى النهاردة في الكورال عجبني قوي ان في طفل صغير حوالي 6 سنين بيقول لحن شيري ماريا بتاع ثيوتوقيت الحد، فدي حاجة جميلة ان اولادنا يحفظوا الحان الكنيسة وارتباطهم بالكنيسة بيزداد. وكورال النهاردة من اطفال من 40 طفل برضو بيقولوا الحان الكنيسة، فنشكر ربنا دي بركة كبيرة بمحبة سيدنا وابوته. واعظم انجاز للأبرشية هو روح المحبة بيننا،
محبة بين الآباء وبأبوة سيدنا ورعايته وبين الخدام والخادمات ومع شعبنا الحلو والجميل. فربنا يبارك دايما في الأبروشية ويبارك في الخدمة بصلوات سيدنا وصلوات كل الآباء وشعبنا التقي العظيم. فرحة الشعب النهاردة بعيد التأسيس السادس للإبراشية كان معكم من هولندا نشوى نسيم نبض الكرازة.